يا هلا باللي جينا زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. حياك الله اخوي عبد الله بن جميل، ابقاك الله. والله يسعدك، الف يا الف مبروك مرحبا. باسم الله يبارك باسم جمعيه البر الخيري بالمضيلف، اداره ومنسوبي الجمعيه، نبارك لك سفاره الجمعيه للاسبوع الثاني، الف الف مبروك. الله يبارك في عمرك ويجزاك خير ويرحم والديك. ما قصروا الناس، صوتوا ودعموا باصواتهم امانه، ما قصروا علشان يحطوني في المكان هذا ولابس الوشاح او السديري هذا. وش يعني لك والله ما هو بسديري عادي، والله ما هو بلبس وبس، يعني ما هو بكلام انك تلبس الشيء هذا وخلاص. هذا يحملك امانه، قبل لا يحملك امانه يحملك شرف. والله انه شرف انك لعلك نلت الشرف بجميل ما تقدمه. والله انه شرف. الله يسعدك. كلمه لمحتاجي جمعيه البر بالمضيل. اقول لهم الله يرزقكم ويوفقكم وابشروا بالخير، من صبر ما خاب. انتم ترجون الشيء من الله ومن ثم الناس. اغلب متابعين بدايه القناه يعني رائده في او متصدره في امور الخير وفي الابداع، وقناه اجتماعيه مثل ما انت عارف. كثير من اللي يتابعون قناه بدايه كلهم فيهم خير، احنا شفناه في المواسم الماضيه. فعلا ناس تدعم، ناس تبي الخير، ناس تطلب ما عند الله، ناس تبي الشيء اللي عند الله، ما تدور الشيء اللي في الدنيا. حتى لو دورت الشيء اللي في الدنيا تبحث في الجانب الآخر عن الشيء اللي عند الله سبحانه. أقول لهم أبشروا بالخير بإذن الله، الله سبحانه راح يأمر الناس إنهم يتبرعوا لكم. الله سبحانه راح يأمر بإذن الله. الله يسعدك عبد الله بن جليغم، مرة أخرى نبارك لك، ألف مبروك هذا الشرف اللي تسميه شرف ونلته. نوقع معك ميثاق السفارة، توكلنا على الله. وموجود هنا لوحة ميثاق السفير العطاء، يا ريت الكاميرا تسير عليها. هذه تصدق إني قريتها 5 مرات؟ ما شاء الله. برنامج البحث الشامل الباحث. الميثاق موجود. تفضل. استقبال الضيوف، أبشر بسعادتك. هذه موجود ميثاق السفير العطاء، استقبال الضيوف، تعريفهم عن الوقف. أول مرة في حياتي بوقع على شيء، والله ما أدري، لأنه خير، والله إنه خير. زاي هذا من طيب، يا رب من طيب نية. كم الله ما أدري كم ودك أو كم تتوقع أو كم تفاؤلك إن يوصل الوقف؟ خلني أوقع لحظة عشان ما لخبط. إيش رأيك التوقيع بس؟ جميل على جمال صاحبه. أنا أتوقع بإذن الله، بإذن واحد أحد، أتوقع الآن أوقف على 18. إي نعم. على 13. وقف على 13. أنا أرجو الله سبحانه أول شيء، ثم أنصح الناس أنهم يبادرون من الآن، من الحين. والله ما أبغى شيء، حسابات موجودة وأتمنى أنها تطلع على الشاشة. هي تطلع على طول. هي تطلع على طول. الله يسعدك. أنا أتمنى من الناس أنها من الآن كل واحد يبادر. تطبيق عندك أو حتى ما عندك تطبيق، صرفها قريب. أنا أتمنى من الناس أنهم يتبرعون، يوقون نفسهم من النار. عرفت شلون؟ أمك ما هي بغالية عندك؟ إلا والله أمك غالية عندك، أمي غالية، أم الثانية سواء حية أو ميتة. الحية الله يطول في عمره، والميت الله يرحمه ويسكنه الجنة ويغفر له. أنت قاعد تقدم شيء لوالديك وتقدم شيء لنفسك، فأنا أقول بادروا بادروا يا جماعة، لا تأخرون لا تأخرون. اللي عنده ريال ولا 10 ولا 100 ولا 200 ولا 500، أي شيء تقدر تمده مده قدمه. الله يسعدك، ودنا تشرف سجلنا. 13 وأنا أقول بإذن واحد أحد أنه يوصل من 18 إلى 22. ما شاء الله تبارك الله. بإذن الله نسمع هذا الفائل ونراه حقيقة مع قادم الأسبوع، مع الأسبوع القادم. الله يسعدك عبد الله بن جليغم، شرفتنا. تشرف سجلنا السجل الذهبي، احنا بعد ما نوقف السجل الذهبي. اي نعم، الكل سفير يكتب في السجل.
ألف ألف مبروك. الله يبارك عمرك. والله يجعلنا ويجعلك أنت حسن ظنك في جمهورك المبارك وجميع الأخوان. ما عندكم إلا أم علي؟ ما عندكم أم سعد؟ أم عبد السلام؟ شيء؟ أشوف هناك ونفس التغريدة. نفس التغريدة. إعادة التغريدة روح اقرأ ثاني مرة مقهورين مقهورين من الملك من الملك ما قلت شيء من الملك اقرأ انا بقول رقت والله العظيم والله سووا لي ازمه نقرا هاشتاقات ابو حصه ابعد عن الثنائيات ابو حصه ايش فيك لا والله العظيم والله العظيم يا جابر الحكماني ثق بنفسك انت بجمهورك والله الثنائيات وش انا ما قلت نفسك كذا يا ولد اسمع هلا اجلس اجلس واثق من الان اجلس التغريدات صبر اقعد وجهك طال عمرك من منهم العرب اللي يبطون نفسهم كفو 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 الديب اسمع انا مع اول مره اسمع بالثنائيات ما عرفت الا هنا ما ادري وش الثنائيه وش الثنائيه الثنائيات الله يسلمك يعني شخص واحد يعني شخص وما اعوذ بالله كيف لا مثلا مثلا الحين انا حاطين انا وغازي ذا بثنائيات والله العظيم مو بثنائيات ولا شيء لا لا صح والله لا صح لا صادق لا صادق لا صادق لا ما شاء الله عليك صادق. يعني لما اجي انا مثلا باكل جيم باكل معك معي غازي لما في المسجد شوف هذا في المسجد ها مسوي اللاينات هذا غازي ذيابي هذا غازي متيلي جاب الحكماني هنا بعيد وش بلاوك والله العظيم سيف العيابي ما خلانا نقرا اسمع انا قاعد افهمك ثنائيات حاطين مثلا زي كذا ثنائيات على اساس انه وشو عشان غازي وغازي اي غازي غازي وذابي غازي ليش ما قالوا غازي فهيد ليش ما قالوا غازي فهيد يا اخي فكر فيها ليش ما قالوا غازي فهيد وغازي مطيري لان انا اقول لك غازي ذيابي ها راع من يدعي ما يدعي الله يبشرك قول جابر الحكماني قول جابر شوف 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 قول جابر الحكماني ها روح روح شكوى لله شكوى لله حرمت الزبدة انا روح معك تعال تعال جاب لا 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 احل المشكلة اليوم تعال وقف انا في الرأي معك الله الله اصبر اصبر جاب هلا امك لا زين بقلب ولا ما أنا البارحة ما نمت تدري الوقف هذا إني أتوقع أنه يكتمل قريب قولي ليش اليوم كلامهم 20 ألف 25 ألف إن شاء الله أنه يكتمل
عجبني والله. شوف مبادرة طيبة. والله أن عندي عمتي. سلام. سلام. شيك يا طلال والدي. أيوه. برد قصة. لا سلام سلام كمل. والله أن عندي عمتي يجلس. نحن نتكلم في الوقف عادي يتكلم. والله العظيم إن ما عندها شيء. وإنها جاء يوم إنها وصتني. واحدة من عماتي سين اسمها. يا ولد ما عندها شيء والناس اللي عندهم فلوس يطلعونها لكن يا ولد ظني انهم مستهترين بنا الايام دي تد رصيدك ستة سلام عليكم انا متبرع مليون اوه الحين ما في ما سمعت 100,000 صح على شيء 25,000 اكثر عدد 25,000 لا والله ان فيه راعي الارض 300,000 صحيح 300,000 ما الحقر حقه لكنه تبرع الارض قيمتها قال 300 وشوي يا اخوي انا عندي تراني سفير دريت ولا ما ادري متى سفير البرد جبت كلام جاوبتني يضحك يا بحور والله لو نبغى نتكلم لغه عربيه يا رجال يلا اين انت عندما دعيتك في اسفل الحظيره لتاخذ معي اربعه من المواشي ونذبحها لشيخ العشيره لقد كنت موجودا وقد سمعتك تنادي فلن اجب بل عصيانا لامرك ويحك يا طويل يا صاحب الكلمة الطويلة لغة عربية فصحى نعم نعم يا أبا حور أني رأيته وقلت له أبا حور يناديك فقال لن أريد أن أذهب إليه إنه لن يستطيع على مصادمتي لأنني أحمي قوانيني وكل موضوعاتي التي قد وضعتها بيني وبينهم وإلا سوف ألقنهم درسا ويحك ويحك هيهات هيهات من أمرك أذهب هناك يا أخ العرب هذا يريد هذا الرجل سلام عليكم سلام يا محسنين أنك طبيت في العصر العباسي عندكم فلوس ليس عندنا إلا جنيهات وصقعنا بها في راسك انفجرت أربعة قسم قليلا من الدراهم من أين أنت يا أخ العرب شوي أن يتحدث معك يا أخ العرب تكلم معي باللغة العربية وإلا لن أنال منك أي ذهب ولا حاجة يا أبا حور دع المجال لي لأسئلة من أين أنت يا أخ العرب أنا من مكان بعيد ما تعرفه ماذا يقول يا أبا حور تكلم من قبيلة بني شهر الأحمق من قبيلة بني شهر نعم. ابشر واحتزم نعطيك المياه رست ونعطيك قليلا من الذهب أعطاه 99 رطلاً الله يعطيك العافية هذا كيس من الذهب ولكن خله عندي إلينا تعود عليه لماذا؟ لأنني لا أحسن التصرف أعطني قليلاً أتونك عيالي ويعطونك مما أعطاك الله أعطانا الله ذهب واحد ذهب واحد ما تجي لكن لا تعلم أحد اسمع 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 اللي ذا الحين يتصدقون شوف لا تعلم أحد بها إنني أعطيته كيل من الذهب رطل يا أبو قادر يا ظهر هيا هيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا محسنين الحديث أنا. ماذا تريد عطنا شوي فلوس شوي ذهب اضحك ضحيكة الاستهتار يريد مني قليلا من الدراهم خسئت لماذا؟ اذهب لأني أجمعها لي وليس للمساكين أما السائل فلا تنهر اذهب أيها الأحمق وأطلب عند غيري هيا أما السائل فلا تنهر هيا هيا اغرب أما السائل اغرب أيها الغبي اجلس عند باب المسجد هنا في الركن الشمالي اذهب أيها الغبي انظروا من أين أتى بهذه الأشياء؟ غلط أيها المسكين العكاز تمشي سويا نسمع ماذا يقول؟ أنا أحسن مني أطلب يقول مالي إلا الله الناس جمعية البر بالمضيلف أحسن من هيا اذهب اذهب منة الله ولا منة خلقه أنا رايح لهم هيا اذهب رايح لهم أرنا ظهرك يا أخي أرنا ماذا تعود به لنضحك علي ضحكة السخرية ماذا بك؟ يا أنا فقير يا أبا حور يا أبا حور هيهات من أمرك إنه فقير ولكنه مشاك تفضل يريد قليلا من الدراهم جزاك الله خير الله يوفقك كل يوم خلنا نشوفك الناس المحتاجه اكتب لك اجر يا رب يا بحور هل يوجد
يوجد بالوقت هذا ناس محتاجة؟ أنا لا أعلم، هل أنا أسمع منك أو من الشبك الذي أمامك؟ ما دريت. أيوة شبك؟ ما تحسن الكلام. سلام عليك. لا محسني. إنه يقهقه قهقها 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 فك النظارة. بحور. لماذا تفعل هكذا؟ لأنه يأتيني مثل الرعشة. من الطناخة. نعم. أنا سمعت إنه في. هو يأتيني في نخاعتي مثل الحساسية. نخاعتي؟ نخاعي. يا جابر. إيش اسمه؟ إيش النخاعة؟ ضيف شكرا. موجودات طيبة وتذكر. الله يجزاك. هلا. تعال يا محسن. يا طيب. تعال في هذا المنبر. السلام عليك. منبر. لو شيء قليل. يا بحور. ماذا تدير خلف ظهرك؟ أنت كنت سفير. الحين خلاص يعني سلمت السفارة وسحبت على أبو حور. أنت كسرت خاطري اليوم. أفخ. شكرا. أفخ. كم كنت أتوقع أن أخذ سفارة. كسرت خاطري لكني بجبر بخاطرك بشيء يحب قلبك. توكلنا. أجبره. ترى كسرت خاطري أنا قبله. أجبره شفته. أوه. هذا الشيء تدري أنا خسرته. يا أبو حور. لأنك إنسان فاغر. طيب. حاطه مع الشراريب حقتي. أنت صادق. والله. اعطني شراب وخليني ادفع. ما هو شراب شيء لك بس حصلته مع الشرير. ابو محمد. ابو محمد كنا سقط سهوا. تعال باللغه العربيه. انه يتهجم علي ويتهكم بالكلمات النا. قطعه اربا اربا. لا تخف عني فاني اليوم مشغول. اعطني وجهك ابو محمد. وقفتي امام امام العدو. استدر. استدر الى الامام. لا استدر واجعل وجهك هناك. اجعل وجهك هناك. لا ما اعرف انه لا يعطي لخصمه هكذا. لا لم تفهم. انه ضربني في مؤخره راسي. يطعنك ان الشيء اللي بعطيك فيه ريحه شراريب. انني سوف اضربك على وجهك. بس على اعتبار يدك اليسار. يدك اليسار واليمين. يلا بسرعه ارفع يدينك. لا لا على الجنب. على الجنب. على الجنب. ابو محمد بيض الله. والله ايام الشقه. ايام الشقة. والله ما يرتب ملابسه. والله ما عرفت الخويج ذاك حصلته مع الشرارير. ايام الشقة. لا والله ريحته زين. يا رسول صح؟ ايه شوي في ريحة صابون. لا في ريحة اسفنج محروق كذا. محترق دسك دسك. يا شرارير. ابو حور في ريحة كرنج. اذا غلطت شيء بصفك. والله لا وكف ما في. ايش اللعبه اللي كلها حق كلها حق. والله كل لعبنا عنف احنا ما انظر يا نبي نسمع شيء المرنجيق يفعلون. كيفي ما قد راحت هناك. ابو حب بعلمك رقصه حلوه. موال موال. لعبه لعبه لعبه. غنى غربي. لا 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 خلي غني غربي. فيسيولوجيقيه. طيب بعطيك لليوم. ادخل طبعا هذا بيجيب العيد. لا لا معك معك. ايوه خليك. لا بحور بحور عطى عطى بحور. يلا كمل كمل. تعال 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 تعال. عمار لانها بتجي اغنيه. يلا شيله شيله نشوف شوف شوف. في رقصة على كيف كيف نسق مع خلي. رقصة غربية لعبة. انا هذه عرضة غربية. لحظة خليك تقول من انجلترا من جزيرة اللي بغى يعطيني اياها مسابقة. لا 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 انتج لكم شيلة. يلا ارض جو شو بغيت تجيب لي. يلا يلا قول انت قول أخرجوه إلى الجحيم. إيش ولا ذا؟ تعال تعال. الحمد لله. إيش وضع ذا؟ إنه يعاني من ضربات في النخاع. خير يا كابتن. يلا بحور بحور كمل يلا. لا لا عبد القادر. ما زين هذا. عطنا الغربي الأول. تخبرني حقت حقت أبو حور تخرج. وين فلوتشي؟ إيه فلوتشي وين؟ والله ما عندي. فلوتشي وين؟ والله ما عندي. فلوتشي وين؟ ما عندي ما عندي. ما عنده فلوس. متى نكتبه متى نسلمه متى نجيب الفكرة.
والله لازم نكتبها بالقصه. خل على الله لازم اليوم لا والله ما نكلمنا اخوي يا اخي والله هن عايشين بنشتكم بالله ها هن عايشين اكتب مسرحية بعد يومين بسم الله اعطونا شوي والله صعب والله انا والله اني قايل لهم اليوم يبغى المسرحية النص المفروض انك مسلما اخو عنقة وش هو انفجر عليه والله يا اخو عنقة يبغى انا ايش قلت امرض مسلمنا مسلمنا شبكت معك يا ولد روح مسلمنا بداية الاسبوع عشان نجيب فكرة ونتدرب عليها ايه. ونكتب سيناريو ايوه ونضبط الاشغال حتى يمدينا يومين كلها فقرات يوم تجي ساعتين بالليل وجت ساعتين بالليل المشكلة ما جات التسليم الا متأخر انا اقول لك التسليم ما جاء الا متأخر المشكلة انهم ما خبرونا غير امس امس ولا ايه. امس لزقوها أمس نزلوا أمس والأوراق ما معنا أوراق لا بيخلونا أعتقد نكتب في الكمبيوتر لأنك شفت مكتوب بعد هي بتكتب في المركز يسموه هذا توزيع أعتقد يكون في الكمبيوتر تكتب النص أقل شيء أربع أيام مثل ما قالوا بحصة عليه هون جابر لك فقرات مرت علينا مثل واحد يفضل لا صح لازم نكلمهم قالوا لما كان نكلمهم بيقولون نروحوا كلام اليوم كلام اليوم؟ إذا قلنا لهم كلمهم هذا طال عمرك كلمناهم بيقولوا انا بقول لك قصه رجل غني ها. قصه رجل غني هذا رجال غني وله محله هذا بوسط القريه حلو عنده طبعا هم متزوج عنده عيال يوم من الايام انا مسمع من الوحده حلو الساعه 11 انا اقرب لك اها زين يوم من الايام سكر لان ما سمعت عيد رجل غني حلو له محل بوسط القريه حلو طبعا متزوج هو عنده عيال يوم من الايام سكر دكانه حول الساعة 11 قبل صلاة الظهر وطلع لسوق الخضرة وخذ له عنب عنب تعرف العنب عنب خذ عنب ودوه للبيت نزله عندها وقال انا بروح بفتح المحل الين صلاة الظهر وارجع السلام عليكم السلام عليكم السلام ورجع طال عمرك بعد صلاة الظهر عشت تدري هذا مزاج هذا العنزي احلى اقسم بالله والله شيء حقه شنو كلام اليوم خلنا اكمل لك انا ما ادري ايش جو هان يعني كيف اشرب هذا الشيء مويه ولون بس انت ود خربت سالفتي لا اسلم اسلم ما اعطني انا سالفتك مر نزله فلات هذا ظل هان عزي اي والله هذا هاك هاي اي ما عاد استشير في شيء خلاص كان هذا ظل اوكي يلا اسلم اسلم بس انا بحصه ياو كبو بس انا بحصه ابو حصه انا اقول هذا رجل غني عنده محل يوم من الايام سكر محله حول الساعه 11 كذا قبل صلاه الظهر وراح سوق الخضره وشرى له عنب وداه لبيته وطق عليهم الباب فتحت له مرته وقال هذا العنب خذيه وانا برجع لمحلي بفتح المحل يا صلاه الظهر رجع المحل وفتحه الين ما اذن الظهر وسكر المحل صلى ورجع للبيت يوم رجع البيت مر الرجال تعبان ومن لجه الزباين وخناقهم معه وجوع ضاربه الجوع يوم جاء البيت وينسدح قال اعطينا من العنب اللي جبت هلا قالت كلينا وكله بسم الله قال شلون كليته قالت كله كلينا انا كليته وعيالك كلوه قال ما خليته له ولا حبه قالت ولا حبه ما خلينا لك ولا حبه قالت ولا حبه زعل انها ما فكروا به طلع من الباب ويتدعيه يا ابن الحلال تعال يا ابن الحلال تعال مشى بوجهه حتى ما رد عليه معصب طال عمرك بوجهه المكتب عقار حلو وخذ افضل ارض بالقريه بالمدينه افضل ارض المدينه حلو افضل مكان افضل ارض شراه على طول اتجه الناس يبنون الارض هذه جاب ناس تبني واتفق معهم انه يبني له مسجد هنا بلغ واعطاهم فلوس واعطاهم حقهم بس ليش يعني تجه القرار ايش السبب القرار انا اعلمك يوم رجع للبيت رجع البيت حول العصر يوم دخل مر باله رايق واخلاقه زينه قالت يا ابن حلال وين رحت انت شو خليت انا طلعت فجاه هاللون قال انا جايب لكم عنب وما خليته لي ولا حبه واحده الله طيب اذا مت تبي تسووا لي تصدقون عندي عيد 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 قال انا جايب لك العنب ورجعت البيت وانا تعبان وجيعان حبه واحده ما خليته لي اذا مت ايش تبي تسوون تصدقون عندي ما راح تصدق عني هو يوم شافه ما خلوا له شيء قال لازم تصدق عن نفسي قبل لا اموت ايه بنى مسجد سلام فبنى نفسه مسجد والله انا اقول اي انسان والله تذكير اي انسان المفروض انك تصدق لنفسك ما تدري من هو يتصدق عنك اذا مت اشهد تدري انت ولا ما تدري والله ما ادري والله لا ولد ولا اخو حتى يمكن ولا اقرب الناس ولا ابو ما تدري من يتصدق حتى يمكن اقرب الناس ما تصدق له صحيح افعل الخير لنفسك قبل لا تغادر هالحياه صح والله نشهد كلامه صح انا ما ادري ايش القصه لكن احس انها حلوه لا القصه انا اعطيك اياها باختصار قصه صغيره مختصره القصه انه واحد راعي محل وغني وعنده عنب
زين راعي العنب لا ما عنده علم عنده محل راح يشتري عنب وداه لزوجته وقال له خلي عندك انا بروح المحل وبرجع. راح المحل وتحيط زباين وكذا ولقيت الزباين وصدعه ومن رجع وهو جوعان يعني تخيل جوع وتعب ومقادل عند الزباين وصل البيت وانسدح وقالها لزوجته اعطيني العنب قالها اعطيني العنب قالت له مشي عنب قال له كيف مشي العنب قالت له كيلو ثاني منه كيلو عيالك من كيلو جوعان الرجال اه كيلو ما معقب ولا شيء قال حتى حبه قال ايوه روح معصب قالت له تعال يا ولد الحلال قال له لا اروح معصب قالت له ايش هاللون؟ هاللون من يا هلا يا هلا.